إذن متابعينا الكرام، نصل متابعينا الأعزاء إلى شوطنا الثالث للجعدان المحليات الأصايل، وينطلق هذا الشوط بهذه الجعدان أيضا المحليات الأصايل لسن الإذاع من المسافة 4 كيلو مترات. نتمنى التوفيق دائما وأبدا الجميع. مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى متابعينا الكرام، إلى منذر لسعيد بن مقبل بن سيف الجحافي، يقدم لنا منذر مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من ملهم لمسلم بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، بينما الدخول في هذه اللحظات من الظفري لحمد بن محمد بن رامس الوهيبي، بينما الدخول في هذه اللحظة على رابع الأسماء مشاهدينا الأعزاء، هناك أيضا حشيم لسالم بن حمد بن زفنة العفاري، يقدم لنا أيضا حشيم في هذا المسار، بينما الوصول في هذه اللحظة على ثالث على خامس الأسماء، ويصل في هذه اللحظات أيضا مرقم لسالم بن عبد الله بن حمد بالويع العامري، وسادس الأسماء يصل في هذه اللحظات شاهين لعبد الله بن سالم بن طويرش بن سالم العفاري. هنا مشاهد الأعزاء بشعار بن صباح يتقدم في هذه اللحظات، بينما الوصول على سابع الأسماء في هذه اللحظات متابعينا الكرام مكرم لسالم بسعيد بن ناصر بن حريك المنهالي يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا التواجد هذا الشعار، بينما الوصول الآخر في هذه اللحظة مشاهدي الأعزاء شعار بن قشاط يقدم لنا امريع عبد العزيز بن فهيد بن علي الشامسي، هنا يقدم لنا هذا الانطلاقي وهذا الاندفاع، ناخذ المركز العاشر القادم في هذه اللحظات أو التاسع، نعم بالفعل يتقدم كفو محمد بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي، وعاشر الأسماء هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظة من عالي لسعيد بن سالم بن علي الدرعي، ما شاء الله هذه الأسماء والتبادل السريع ما بين الشعارات، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول والقيادة الأولى متابعين الأعزاء. إذن متابعين الكرام، العودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى المقدمة الأولى، إلى هناك مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام، إلى منذر لسعيد بن مقبل بن سيف الجحافي يقدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة مع منذر، بينما المركز الثاني شعار بن قشاط يأتي في هذه اللحظة مقدما لنا أيضا مريع عبد العزيز بن فهيد بن علي الشامسي، بينما ثالث الأسماء القدوم في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام من مكرم لسالم بسعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة والقدوم من ملهم لمسلم بن مخيت بن ناصر بن نوبي العامري، وخامس الأسماء يصل هناك شعار أيضا الدكتور يقدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة من خلال تواجد هذا الاسم واندفاعة حشيم سالم بن حمد بن زفنة العفاري على خامس
خامس الأسماء وسادس الأسماء كفو لمحمد بن حمود بن ثعلوب بن سالم. الدرع يقدم لنا كفو على سادس الأسماء وسابع الأسماء. يصل في هذه اللحظات هداد لسالم بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم لنا هذا الاسم على سابع الأسماء وثامن الأسماء. هناك مشاهدين الأعزاء ياتي مرقم لسالم بن عبد الله بن محمد بن لويع العامري وثامن الأسماء. مشاهدي الأعزاء شاهين لعبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري. هنا متابعي الكرام يصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الاسم بينما عاشر الأسماء وعاشر الأسماء. هناك أيضا الذيب لسيف بن مسلم بن زفنة بن مسلم العامري يقدم لنا هذا الاسم متابعين الكرام بهذا الأداء الرائع والجميل مقدما لنا هذه الانطلاقة مشاهدي الأعزاء مع الذيب سيف بن مسلم بن زفنة العامري. ولكن العودة إلى الصدارة الأولى إلى مقدمة الشوط والمركز الأول متابعين الأعزاء. العودة إلى الصدارة الأولى متابعينا الكرام. وهناك الصدارة الأولى مع شاهين عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري. بدأ يستهدف الصدارة يستهدف المركز الأول من خلال تواجد شعاره وانطلاقة هذا الاسم متابعينا الكرام. على الصدارة الأولى على المركز الأول شاهين عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري يفتتح هذه البوابة بوابة الكيلو المتر الأخير. المركز الثاني هناك القادم في هذه اللحظة القادم أيضا مكرم لسالم أو مسلم بن محمد بن صقوح العامري يتقدم في هذه اللحظات مقدما لنا مكرم مع المركز الثاني بينما المركز الثالث القدوم والوصول في هذه اللحظات من مشقي المبارك بن ناصر بن يوحان الشامسي. ورابع الأسماء المركز الرابع كفو لمحمد بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي. وهنا الوصول القدوم في هذه اللحظات من مشقي المبارك بن ناصر بن يوحان الشامسي. وهنا القدوم ايضا في هذه اللحظه من هداد ومشاهدي الاعزاء او شعار المنهالي يقدم لنا مكرم سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. وعودتنا الى الصداره الاولى عودتنا الى مقدمه الشوط. الله يا بن هدفه يقدم لنا هذه الانطلاقه الرائعه والجميله على مقدمة الشوط. عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري هنا يقدم لنا. إذن هناك مشاهدي الأعزاء شاهين على الصدارة الأولى متابعين الكرام عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري صاحب عوائد وإنجازات وحاصل على سيارة في ميدان المرموم في الميدان الذكي. هنا متابعين الكرام وعصاتف أبطانة هنا متابعين الأعزاء يفوز في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري وسلام بن هدفة سلام. المركز الثاني المركز الثاني مريع لعبد العزيز بن فهيد بن علي الشامسي. ثالثا المركز الثالث مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام زعفران لمنصور بن صالح بن طرشوم العامري. بينما المركز الرابع وصل مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام هداد لسالم بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري. بينما المركز الخامس مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام مكرم لمسلم بن محمد بن صقوح العامري. إذا تهانينا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام لمالك شاهين عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار متابعين الكرام. وتهانينا لمالك شاهين على هذا الإنجاز وأيضا المحافظة على شاهين بهذا المستوى الرائع. تهانينا ونموس 50 ثانية 53 أيضا جزء من الثانية. تهانينا لمالك ومن قدم شاهين في هذا المسار مشاهدي الأعزاء عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري.